أنا بالنسبة للجمع العام السنوي ديال الجامعة الملكية المغربية برهانات جديدة في ظل هذه الاستراتيجية ديال المكتب الجامعي والسيف وزير القجاع، لأن غتعطى الصلاحيات لعصب الهواة، صلاحية للعصب الاحترافية، وغتبقى الأمور الاستراتيجية اللي كتهم المنتخبات والبنية التحتية. كاين رهانات جديدة في ظل هذه التغييرات الكثيرة اللي كيعرفها سواء الطاقم التقني في ظل هذه الطفرة اللي عرفتها البنية التحتية. خاص النتائج ديال المنتخبات تواكب الأمور اللي عرفتها البنية التحتية. كنتمنى هذا الجمع العام يكون الجمع ديال الانطلاقة، فعلية ديال المنتخبات، تكون استمرارية في هذا العمل ديال البنية التحتية اللي عرف واحد النهضة في هذه الأربعة سنوات الأخيرة. وكيف ما عرفتوا بأن تعطات الصلاحية في الأمور المالية للعصبة الاحترافية ولعصبة الهواة ما يخص تطوير الموارد المالية اللي تقدر تعود بالنفع على الفرق. بالإشارة أن الجامعة خدت إعادة الهيكلة الإدارية ما يخص إحداث الشركات، مجموعة من الفرق إحداث هذا الحدو، ما إلا تعطي الشفافية وتشجع المستثمرين باش يجوا للفراقي، وهذه هي أمور جد إيجابية ونتمنى لها استمرار. الاطار التقني بدو الزاكي، يعني هي ما كانتش الثقه، لان الثقه كانت عندنا عقد ديال سنتين ونصف، كان الموسم الاخير كانت 6 شهور الاخرى ديال باش يتحط واحد التشخيص دياغنوستيك مجموعه ديال اللاعبين اللي غادروا الفريق. انتدابات كانت وازنه اللي جات الفريق. الطموح ديالنا كيف ما عرفنا الدفاع ديما كيلعب البوديوم لي بريمي بلاس، دابا تزاد الطموح مع مطلب الجماهير باش يكون ان شاء الله في هذه الحقبه انه يكون عندنا واحد التتويج، نلعبوا على البوديوم لما لا يكون تتويج ان شاء الله.